تقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله. تصبر على أقدار الله، يقدر الله عليك مرض، فقر، ابتلاء، إيش تصنع؟ تصبر. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه لذو حظ عظيم. الشيخ يدخل على المريض في المستشفى تكسر، والسيارة ذهبت، والأولاد والزوجة ماتوا، فيدخل الأخ على المريض يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس، طهور إن شاء الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله في قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله ويرضى وسلم، فيرضى وسلم. ويذكر الآيات والأحاديث مثل ذكرنا: من يرد الله به خيرا يصب منه. ويذكر هذا كيف يخرج من عند المريض. المريض يحتسب الأجر عند الله، يسليه، صح؟ أما عندنا بعض الناس يدخل على المريض وش يقول؟ يقول: مسكين، ما تستاهل، وقطعت قلبي، وما بلاد حيلة. وأنا والله أعرف واحد مثل حالته، خاصة في هذا المستشفى. هذه ليست بمستشفى، هذا سفاح، هذا ليس بدكتور، وهذه مقبرة أصلا، ليست بمستشفى. والحكومة الله المستعان تعرف، والآن عندنا كذا وكذا، صح؟ كأن يقول له: تسخر، اعترض على القضاء القدر.